مونجارو كويكبين 15 ميلي جرام، هذا الإديشن اللي نزل لليو كي حاليا متوفر في كل الدنيا، لأنه هو نبطلوا ينزلوا المونجارو العادي اللي هو عبارة عن 4 علام. مونجارو 15 ميلي جرام ممكن يغنينا عن 3 علب، 2.5 5 7.5 ميلي جرام. كيف ممكن نعمل هذا الشيء؟ رح أشرح لكم بالتفصيل كيف ممكن نحن نعاير أو ناخد الجرعة بالعيارات من 15 ميلي جرام، وبتغنينا عن شراء 3 علب اللي هو 5 2.5 و5 و7.5 ميلي جرام. طبعا القلم 15 ميلي جرام ممكن نحن نستخدمه في حال بدنا نبتدئ بأخذ المونجارو، فبيغنينا عن شراء علبة 2.5 و5 و7.5 وهو كالتالي. طبعا الجرعة الأولى اللي هي هاي، إذا عديناه هون هدول الشخطات في 60 شخطة، 60 شخطة فيها 15 ميلي جرام، معناها كل 10 شخطات بتعمل لنا 2.5 ميلي جرام. منعد كالتالي، طبعا نبدأ من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هيك نحن بنكون عم ناخد جرعة 2.5. وبما أنه من 0 للـ1 في 60 شخطة، عيار 2.5 حيلزمنا بس 40 شخطة وحيزيد فيها 20 شخطة، هيك نحن بنكون أخذنا المونجارو 2.5 من هذا القلم. بعدين كل 20 شخطة بتعملنا عيار 5 ميلي جرام، 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. للـ20 بنكون عم ناخد جرعة 5 ميلي جرام. إذا حسبناها طبعا نحن داخل هذا القلم 4 جرعات، كل جرعة فيها 60 شخطة، 60 ضرب 4 240، عيار 2.5 بيلزمنا بس 40 شخطة، عيار 5 ميلي جرام بيلزمنا 80 شخطة، وبعدين كل 30 شخطة بتعمل لنا 7.5 ميلي جرام. نفس الشيء بنرجع منعد 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هي جرعة 7.5 ميلي جرام. طبعا في حال حسبناها 240 شخطة بتعمل لنا أول 40 شخطة اللي هي علبة 2.5 ميلي جرام، بعدين 80 شخطة علبة 5 ميلي جرام، والباقي بكفي لعلبة 7.5 ميلي جرام. يعني هذا القلم بكفي للمبتدئين 3 شهور، أما اللي بدهن عيار 15 ميلي جرام فبكفيهم شهر جرعة أسبوعية. منحرك هذا للـ1 وبناخد الجرعة.